فأم جديد مع ألف سلامة، وأتركم مع البصرة. من المفتاح تحت السجادة. هيا بسرعة. أي سجادة هذه؟ منذ متى وبدأت تصلي؟ أي صلاة يا امرأة، السجادة الزولية يعني. يلا فضينا. من إنتاجات دائرة السينما والمسرح، حيث هذا الامتداد الثقافي المسرحي الذي يمتد من بغداد إلى كل المحافظات، وصولا إلى البصرة، بصرة الحب، بصرة الجمال، بصرة الأمل، بصرة التسامح والتعايش السلمي. اليوم احتضنت كلية الفنون الجميلة جامعة البصرة في المسرح المركزي مسرحية غريب من إنتاج دائرة السينما والمسرح، قسم فنون البصرة، الفرقة الوطنية للتمثيل، مسرحية غريب تأليف عبد الكريم العامري وإخراج علي عصام، وتمثيل نخبة من الشباب الواعد المهم في البصرة بدور العبد الله، أحمد الشمال، نور. هذا العرض كان بمتابعة من خلال الإدارة المسرحية السيد صادق والإشراف الفني الدكتور زياد. هذا الشاب الطموح الجميل، اليوم جئنا لنؤكد أنه المسرح لا حدود له، ليس هناك فقط بغداد، وإنما دائرة السينما والمسرحية حريصة على أن تنشر ثقافة المسرح في كل مدننا ومحافظاتنا، وذلك من خلال الإدارة المتمثلة بالدكتور أحمد حسن موسى المشرف العام على هذا الموسم المسرحي. اليوم حقيقة نحاول أن نقول أن المسرح العراقي قادر أن يعيد هذا الألق، المسرح العراقي الذي يساعد في بناء الإنسان وفي بناء المجتمع. أنا أنظف منك ومن قلبك ومن لسانك الذي تتهمني فيه بالفجور. لم أتهمك يا عيني، لم أتهمك، الواقع يقول هكذا. أي واقع هذا؟ الباب المقفل وحديثك معه. وهل سمعت حديثي معه؟ أنت من أخبرني أنني كنت تنعتني مع أحدهم؟ قلت لك مرارا وتكرارا سمعت صوتا وظننته أنت. لا تفرقين بين صوتي وصوت الآخر. المسرحية تناقش موضوع اجتماعية كل احنا مارين بيها، هي مشاكل الزوج والزوجة. قدمنا العمل بطريقة مختلفة، بطريقة إنسانية، أظهرنا الجانب السيء. هي مو كل الرجال هم مو زينين، بس اكو جانب شوية عدوان اتجاه المرأة. سلطنا الضوء على 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 هاي الجزئية في المجتمع، وحاولنا ان نطرح بعض الحلول. هي مو ثورة للمرأة بقدر ما هي وعي للمرأة أن 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 تفهم أنه هذا الإنسان يصير لها وما يصير لها، أن نعطيها حرية الاختيار، أن نعطيها مساحة آمنة تقدر تفكر، تقدر تشتغل، تقدر تنطلق. اليوم كان العرض الأول، إن شاء الله باشر العرض الثاني. نشكر الحاج أبو تراب على دعمه المتواصل لشريحة الشباب، يعني المتمثلة بالأستاذ علي السوداني، باقة الورد الجميلة، وإن شاء الله القادم أفضل. شخصيتي في عرض مسرحية غريب هي شخصية الغريب اللي لها بصراحة هي أكثر من وجه. يعني الوجه الأول اللي احنا ممكن نقرأه قراءة سطحية، أنه المتدخل في حياة أسرة معينة، أو يعني يتدخل في حياة ما بين زوج وزوجة، ولكن هي ما بين السطور.
هو الغريب اللي يدخل على فد مكان معين او على بلد معين ويحاول يغير نظام الحكم او نظام يعني المعرف بنظام يعني على راس الهرم او على راس البيت اللي احنا بنعطيه كفكره اساسيه. وهذا التغيير هو يعني في العرض المسرحي هو تغيير يعني ايجابي انه يكون محرر لقيود المراه، وايضا هو في الجانبين مثل ما قلت في الجانب السطحي انه يحرر المراه من القيود من السلطه الذكوريه اللي دائما تكون هي طاغيه دائما على المراه، في عدم فهم المراه، في عدم احترام المراه. استقبلتنا كلية الفنون الجميلة وفتحت لنا هذا الباب اللي هو باب المسرح المركزي، لأنه اجت الصدفة وشاءت أن يكون هذا العرض ضمن جدول أسبوع مناهضة المرأة، بما أنه موضوعتنا إحنا تخص المرأة والعنف ضد المرأة وهكذا. بالنسبة لمسرحية غريب، هي شخصية لامرأة تنشطر ذاتيا. هذه الامرأة الانشطار مالتها يحاول أن يخلصها من المعاناة اللي هي بيها، المعاناة الزوجية، معاناة المجتمع اللي تحيط بها، وبالتالي تتخلص من كل اللي حواليها وتفتح باب خاص بها هي وتقفل كل الأبواب في وجوه الآخرين. اليوم سعداء جدا بهذا الحضور الأكاديمي والطلابي والثقافي على أرض كلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة. اليوم عندنا عرض وبكرة أيضا عرض الساعة 11 صباحا. سعيدين بتواجد الجيل الجديد المسرحي من الشباب ومن الطلبة ومن الباحثين. نتمنى أن الجمهور حب العرض، وأكيد كل العروض قابلة للنقد والتطوير وأيضا لفتح النقاش وفتح طريقة النقد ما بين المخرجين.